احنا بدأنا مجهود المرات اللي فاتت في الريلوي بريدج وخدنا العناصر الرئيسية بتاعته. طيب العناصر الرئيسية اللي كنا بنتكلم عليها كانت عبارة عن ايه؟ كان عندي سترينجر، سترينجر متشال على كروس جيردر، كروس جيردر متشال على المين جيردر، والمين جيردر متشال على ايه؟ على ركائز. نفس السيستم اللي احنا هنستخدمه هو هنا بالظبط. طيب يبقى العناصر الرئيسية الكوبري الرودواي سترينجر اللي هي دي اللي هي بالاصفر دي، المسافه بين السترنجر والسترنجر اللي هي الايه؟ بتبقى في حدود ال 2 متر. متشاله في الناحيه الثانيه على الكمرات دي اللي هي الكروس جيردر، المسافه بين الكروس جيردر والكروس جيردر اللي هي الاس بتبقى من 4 ل 6 متر. دي اللي هي الاس اللي هي المسافه من هنا لحد هنا. تمام؟ الكروس جيردر متشاله على مين؟ على المين جيردر. المين جيردر عندي نوعين، ممكن يبقى بليد جيردر يعني كاميرا عاديه بس زي دي كده بس الدبس بتاع الجير لان هي اللي شايفه الليله كلها، او تراس. هو في الكوبري بتاع الطرق، في الكوبري بتاع السكه الحديد احنا استخدمنا المين جيردر بليد جيردر كاميرا، في الكوبري بتاع الطرق هنستخدم المين جيردر على انها تراس. تمام؟ طيب ايه اللي بره ده؟ ايه اللي بره ده؟ اللي بره ده مشاهد افراد، يعني ده المكان بتاع اللي بيتحط في الطريق، واللي بره ده راح عامل امتداد للكروس جيردر من هنا وامتداد للكروس جيردر من هنا بنسميه براكت، ويحط عليها كاميرا ويحط كاميرا حاجزه وبيشغل ده على انه مشاهد افراد. انواع الكباري ايه؟ اول نوع بنسميه ثرو بريدج. انا غطيت هنا الفرق بين الصوره اللي فاتت دي والصوره دي، الصوره دي كان فيها الكاميرات بس، هنا انا حطيت فوق الطبقه الخرسانه والاسفلت، حطيت فوق الطبقه الخرسانه والاسفلت. النوع الاولاني من الكباري بنسميه ثرو بريدج. ايه قصه الثرو بريدج؟ بيبقى الكروس جيردر موجوده عند التراس من تحت او موجوده عند اللور كورد بتاع الايه؟ بتاع التراس. طب عندي بريسنج تحت الكروس جيردر بنسميه لور بريسنج، وعندي بريسنج فوق ممكن يتعمل وممكن لا. طيب بنشغل اللور بريسنج مع المين جيردر مع المين جيردر بكاميرا كده في الرابطه في النص بنسميها بورتال فريم، يبقى ده على بعضه كده شغال على انه بورتال فريم. البورتال فريم ده بيتكرر فين؟ في البدايه وفي النهايه وفي النص. يبقى المكونات اللي قدامك دي عباره عن ايه؟ ادي السكه نفسها وادي المشايتين ودول اللي هم المين جيردر وده اللي هو الابر ايه؟ الابر بريسنج اللي فوق ده، وده اللي هو الكاميرا بتاعت البورتال ايه؟ البورتال فريم، وتحت الكروس جيردر عندي ايه؟ لور بريسنج. طيب النوع الثاني من الكباري بنسميه ديك بريدج. ايه الفرق ما بين الثرو بريدج والديك بريدج؟ بتاعي واضح. من الكوبري الثرو العربيات ماشيه خلال مين؟ خلال الكوبري. الكوبري الديك العربيات ماشيه فوق الايه؟ فوق الكوبري. تمام؟ بيبقى فيه برضه لور بريسنج اللي تحت ده، وفي ابر بريسنج تحت الكروس جيردر، وبنربط بس بدل البورتال فريم بنستخدم كروس فريم. كروس فريم، يبقى كروس فريم برضه بيتحط في البدايه وفي النهايه وفين؟ وفي النص. اخر نوع بنسميه سيمي ديك سيمي ثرو، لا هو ديك ولا هو ثرو، لا العربيات ماشيه خلال الكوبري ولا العربيات ماشيه فوق الايه؟ فوق الكوبري، يبقى الكاميرا بتاعت الكروس جيردر موجوده في نص الايه؟ الارتفاع. بنحط برضه لور بريسنج وابر بريسنج ونحط كروس ايه؟ كروس فريم.